أرحب بكم من جديد. في أربعينات القرن الماضي منيت إمبراطورية قوية بالهزيمة على يد رجل ضئيل الجسم يرتدي ملابس بسيطة يتكئ على عصا في سيره لا يملك سلاحا. هذه الإمبراطورية هي الإمبراطورية البريطانية، وهذا الرجل هو المهاتما غاندي. غاندي هو الذي أنجز المهمة المستحيلة، وهي تحرير المهمة التي كان يعتقد أنها مستحيلة، وهي تحرير بلاده الهند من المستعمر الإنجليزي، وكان هذا الأمر عن طريق المقاومة السلمية واللا عنف. هذا جعل غاندي يحظى بالاحترام والحب في جميع أنحاء العالم. والحقيقة رغم كل هذه الهالة الرائعة التي تحيط بهذا الرجل، إلا أن هناك منطقة يشوبها بعض الغموض، هناك كثير من التساؤلات أو بعض التساؤلات تدور حولها، مثل علاقته بابنه الأكبر على سبيل المثال، مثل الفترة التي قضاها في جنوب إفريقيا. في هذه الفقرة سنحاول أن نتعرض لهذه المنطقة الغير واضحة في مسيرته، من أجل تقديمه بطريقة محايدة وأكثر واقعية، بالإضافة للأفلام السينمائية التي تناولت شخصيته في السينما العالمية. معنا في هذه الفقرة ضيفنا الكريم الدكتور حاتم الجهري، وهو أستاذ الدراسات الثقافية والمشرف على المركز العلمي للترجمة بهيئة الكتاب. أهلا بك دكتور حاتم. أهلا بك. دكتور حاتم، بداية، كيف أصبح هذا الرجل ضئيل الجسم هذه القوة العملاقة المعبرة عن السلام وعن حقوق الإنسان في كل مكان؟ يمكن لان هو قدر يتحرك في مكانين من ضمن الثلاث اماكن اللي كانوا ما زالوا لهم زخم العنصرية الغربية المتعالية. انت كان عندك في الاواخر النصف الاول من القرن العشرين ما تزال جنوب افريقيا ونظام الفصل العنصري، والهند والاستغلال بتاع شركة الهند الشرقية وحضور الامبراطورية البريطانية هناك. ثم كان في المنطقة العربية المشروع الصهيوني بياخد أول خطواته نحو إعلان وجوده أو كيانه السياسي سنة 48. فغاندي تحرك في جنوب أفريقيا وتحرك في الهند، فده اللي اداله في فترة النصف الأول أو أواخر النصف الأول من القرن العشرين، اداله الزخم التاريخي إن هو قدر يحقق انتصار بفلسفة الساتياجراهية أو فلسفة المقاومة السلمية على الإمبراطورية اللي هي الأنجلو ساكسون، لأن أنت عندك الأنجلو ساكسون هم اللي أسسوا هذا الصداع أو الشرخ العالمي في مفهوم إن العالم عبارة عن تراتب، والتراتب ده له جنس أعلى ثم أجناس أقل، لأن بريطانيا هي اللي أسست أمريكا، وهي اللي أسست المستعمرات في جنوب أفريقيا، وهي اللي أسست أستراليا، وهي الحاملة للمشروع بتاع الاحتلال الصهيوني في أرض فلسطين. فإن هو ينتصر ويتحرك ضدهم في جنوب أفريقيا ثم في الهند، ده كان أضفى عليه نوع من الهالة والقداسة، وفكرة إن هو كان بيتحرك بشكل يعتمد على المقاومة الجماعية والعصيان السلمي في مواجهة القرارات العنصرية اللي بتحمل صفة قانونية من غير ذي أهلية. فده الفكرة، إن هو قدر يأسس لفكرة إننا ممكن من خلال الاعتراض على الشكل اللي بيسموه قانوني اللي هو صادر عن سلطة غير قانونية، أقدر أقوم بحركة جماعية من العصيان المدني يؤدي إلى التحرر. فده كان سر القوة والهالة اللي حالت بغاندي. إذن سر القوة مرة أخرى بتكمن في الوسيلة التي حقق بها غرض النبيل، ألا وهي المقاومة السلمية. حتى هذا المصطلح يا فندم هو من أدخله على علم السياسة وعلى الصراعات وهكذا، المقاومة السلمية. وده هيخلينا نوقف عند هذا اللفظ أو هذا التعبير، المقاومة السلمية واللا عنف. هذه الفلسفة التي اشتهر بها غاندي لها أصولها الثقافية والدينية يا فندم في الهند، تكلمنا عنها دكتور حاتم. هو نقدر نقول ان مش غاندي اللي اسس بشكل نهائي للفلسفه بتاعه المقاومه السلميه او المقاومه اللي بتعتمد على العنف او المقاطعه. دي كانت حاله تاريخيه، بس اللي اداها شكلها المتبلور واللي خلاها تاخد شكل فلسفه سياسيه هو تطبيقات غاندي ليها في جنوب افريقيا
لما كان شغال هناك في محامي في جنوب افريقيا، ولما راح الهند وتبناها المؤتمر الهندي والاتجاهات اللي كانت متضاربه ومتصارعه داخل الهند تبنوا الفكره بتاعته، هو ده اللي خلاها تاخد هذا الزخم وهذا الشكل العالمي. هي الساتيا جراهيا او المقاومه السلميه بتعني على المستوى اللفظي التعلق بالحقيقه او قوه الحقيقه. فلسفتها قايمه على اننا ممكن في ظرف ما ان انا اواجه سلطه ما او اواجه احتلال ما عن طريق ان جموع الشعب اللي خاضعه لهذه القوانين اذا وجدت هذه القوانين تخرج عن اطار الشرعيه المجتمعيه او الشرعيه التاريخيه او الشرعيه الثقافيه فانها تمارس المقاومه بالامتناع عن الخضوع لهذه القوانين في مقابل الاستعداد للتضحية وتحمل الآلام الناتجة عن هذه المقاومة. فهو ده اللي خلى غاندي وفلسفة غاندي تاخد هذا الزخم الكبير. وخلينا نقول ان بداية فكرة المقاومة السلمية او ساتياجراهيا عند غاندي هي بدأت في جنوب افريقيا، بس الملاحظ ان هي ما بدأتش يعني في سياق الاعتراض على سياسة جنوب أفريقيا للأبرتهايد. يعني بدأت عن طريقه، عن طريق غاندي في جنوب أفريقيا. نعم، ما بدأتش في الهند. أما هو بدأ نضاله من جنوب أفريقيا. بس هنيجي عند النقطة دي فيما بعد. بس خلينا نقول إذا كما تكرمت وذكرت هذا الرجل المدافع عن حقوق الإنسان، يعني يمكن في كل مكان أو في ثلاثة أماكن بالتحديد حضرتك ذكرتهم، هو لا ينتمي لعائلة فقيرة. قد يعني يخطر إلى الذهن أنه العائلة فقيرة بتعاني من كذا وكذا وكذا، وبالتالي هو كان يدافع عن حقوق الفقراء والطبقات المهمشة، ولكن هو ينتمي إلى عائلة من النخبة. يعني والده كان رئيس وزراء الولاية اللي هو بيعيش فيها، والدته كانت سيدة يعني أيضا من عائلة كبيرة وكانت متدينة للغاية يا فندم، ويمكن هو ورث عنها هذا أو هذه النزعة الدينية إلى حد ما. هو سافر إلى لندن لدراسة الحقوق، يعني بعدما تعهد بأمور معينة وهكذا، وبالتالي أيضا فترة دراسته دي يا فندم في لندن وطبيعة الدراسة لو هي دراسة الحقوق أثرت على مساره كله فيما بعد. دكتور حاتم، هو حضرتك بتتكلمي عن الدافع المثالي للإنسان أو الدافع المادي. حضرتك بتقولي هو لم يكن ينتمي إلى بيئة مهمشة أو إلى مسار اجتماعي مهمش، بل كان ينتمي إلى بنية اجتماعية مرفهة ومستقرة أو ميسورة الحال. فهنا احنا هنقابل في التاريخ فلسفتين، فلسفة الدافع المثالي والدافع المادي. إن المثاليين أو أصحاب القيم الإنسانية العليا أيا كان مكانهم أو وضعهم الاجتماعي، فهم اللي بيدافعوا عن الشكل العام للمجتمع وتحقق القيم الكبرى التي تنتظم حول العدالة والحرية والمساواة وما إلى ذلك. فغاندي في تصوره الشخصي هو كان ينتمي إلى الدافع المثالي في الحياة، الذي يقول بأن الأبطال الذين يؤمنون بالقيم العليا، الأخلاق، العدل، الحرية، المساواة، حق تقرير المصير، هم الذين يقودون الحراك الإنساني. عندك في الجهة الأخرى التيار المادي الذي يرى أن الدافع الحراك التاريخ هو دافع الحاجة الاجتماعية، لكن نقدر نقول أن في خلطة بين الاثنين، أن الحاجة الاجتماعية اللي بيحركها من هنا أو من هنا هو الأفراد أصحاب القيم المثالية الأعلى والإيمان بالقيم الإنسانية الأعلى كما فعل الأنبياء وكما فعل الأبطال عبر العصور. طب درست يا فندم القانون في لندن، هل دي شكلت فكره؟ يعني كانت بداية نقطة الانطلاق، يعني قبل بقى جنوب إفريقيا يعني التي ذكرتها منذ قليل، كانت نقطة الانطلاق يا فندم بتاعت هذا التفكير النضالي وهكذا ولا؟ هي صوتك اللي عامل كبير. هو طبعا فكرة المقاومة السلبية والمقاطعة للاستبداد أو التصورات اللي هي غير متطابقة مع الواقع ممكن يعملها ناس كتير، بس تصادف ان هو مر في حياته مجموعه من المحطات. هو اشتغل في القانون، هو درس القانون في لندن، ثم لما راح انجلترا اشتغل في مكتب محاماه، ولما اشتغل في مكتب المحاماه قابله مجموعه من المشاكل القانونيه اللي قايمه على التفرقه العنصريه، فحب يتصدى ليها بشكل قانوني، حوله في لحظه معينه لشكل جماعي، فانتقل من القانوني الى الشعبي والاجتماعي والسياسي بالصدفه بقى.
يعني نقدر نقول ان هو في جنوب افريقيا كان رايح في احد القضايا، فحصلت له مشكله في القطار، هو كان راكب درجه اولى، والدرجه دي الاولى دي كانت من حق وفق القانون اللي هو الابرتايد بتاع جنوب افريقيا ان هو ما يركبش فيها غير البيض، وبقيه الاجناس والاعراق والالوان السود والحمر دول ما يركبوش فيها. فحصلت له مشكله، فبدا يواجه المشكله دي عن طريق ان هو قدم شكوى، ثم هو كان واخد قرار ان هو يسافر وزهق بقى وعايز يرجع، لقى ان في مشكله تتعلق بالجاليه الهنديه، فخد قرار ان هو رجع وتبنى القضيه دي وحولها من موقف قانوني، هو استند على موقف قانوني، لكن حولها من موقف قانوني لموقف عام عن طريق ان هو اقنع الجاليه الهنديه في جنوب افريقيا ان هم اذا خدوا موقف عام ضد قوانين الاحتلال والفصل العنصري هيبدأ يشكل قاعدة للرفض. ومن هنا القانون كان له دورين في حياة غاندي، دور طبيعي ان هو كان يشتغل محامي، ثم دور ارتبط بفكرة تطوير ما هو قانوني الى ما هو سياسي. نعم. طيب، في عام 2015 وافق البرلمان البريطاني على وضع تمثال لغاندي. تم وضع التمثال يا فندم فين؟ إلى جانب تمثال تشرشل هذا العدو وهذا الخصم اللدود لغاندي. وبالتالي موقف مثل هذا وحادثة مثل هذه كيف يمكن تفسيرها يا فندم وفهمها دكتور حاتم؟ هو ده سؤال مهم قوي. خلينا نشوف إن العقلية الأوروبية دايما عندها مسارين للعمل. مسار بيمشي على مستوى السياسات الكبرى، سياسات الحكومات وسياسات الأجهزة المركزية والمؤسسات المركزية في الغرب، في أوروبا، في بريطانيا، في أمريكا، في فرنسا، في ألمانيا. وفي عندنا مسار تاني اللي هو المسار الهامشي أو المسار اللي بيقوم على المؤسسات الفرعية زي المؤسسات الثقافية وزي المؤسسات الأكاديمية. نقدر نقول إن وضع تمثال في 2015 لغاندي الى جوارد تشرشل هو انتصار لما يسمونه في اوروبا سياسات الاقليات وسياسات الهوامش ومدرسة الدراسات الثقافية التي قامت على الانتصار للهوامش والاقليات العرقية واللغوية ومدرسة ما بعد الاستعمار وصوت التابع. ما ننساش ان احنا عندنا مدرسة من اهم مدارس ما بعد الاستعمار ومدارس ما بعد الحداثة كانت مدرسة ما بعد الاستعمار ودراسات التابع اللي قامت في الهند عند جياتريس بيفاك. فده هم الغرب بيعملوا على سبيل الانتصار للمؤسسات الثقافية والمؤسسات الأكاديمية، ان انتوا مش بتنادوا بالتعدد الثقافي والكلام. طب احنا ريحناكم، احنا عملنا لكم او جبنا لكم تمثال غاندي جنب تمثال تشرشل، بقى في تعدد اهو، مفيش مركزيه، احنا ما مش قلنا ان احنا الامبراطوريه التي لا غيب عنها، لا احنا ريحناكم، انتوا بتعملوا دراسات جميله والناس كويسين، وجبنا لكم الراجل بتاعكم اللي هو رمز للتحرر في دول العالم الثالث، وجبناه وقعدناه، عايزين اكتر من كده؟ هي فكره الجمع بين الاضداد، ان مثلا زي ما يحدث في بعض القضايا ومنها قضايا الشرق الاوسط، يعلنوا عن سياسات عنصريه وسياسات فيها نوع من التجني، وفي نفس الوقت يبعتوا مساعدات و هي سياسة الجمع بالنقائض، لأن هي في تصور الشخصي العقلية الغربية تحديدا الأنجلو ساكسون هي عقلية متطرفة. دي مشكلة الحضارة الغربية صحيح. التي ما زالت قائمة لحد الآن. وفي النهاية دي السياسة برضه يا دكتور حاتم، هذه هي السياسة، يعني ما فيش حاجة اسمها أبيض وأسود، دائما هي متغيرة. دائما أكيد. السياسة متغيرة يا فندم، يعني بس هنا خلينا تتلون. نعم، بس خلينا من هنا إن كل حضارة بترتبط بقيم كبرى للسياسة. يعني مثلا الحضارة الغربية لما سادت من ما بعد مرحلة العصور الوسطى وتحديدا العنصر الانجلو ساكسون او الجيرمان لهم سمات عامة. قبل كده في الحضارة في اوروبا الحضارة الاسلامية، الحضارة بتاعت الاندلس لما سادت، الاندلس ما قدمتش النموذج وخدت اوروبا واخرجتها من ظلام العصور الوسطى. لما كانوا بيقولوا ان الاندلس وقرطبه دي لما كنا احنا لسه ما زلنا في الجحور كانت هي في اقصى العلم، واليهود يهود اوروبا في ظل الحضاره الاندلسيه شكلوا مجتمع عظيم ومجتمع في تصالح وتجاور. ليه بعد ما الحضاره الاسلاميه قفلت في اوروبا ظهر مشروع الاضطهاد لليهود وبقى عندنا ما يسمى بمعاداه الساميه، ظهر المصطلح ده في اوروبا. ففي حضارات لها السمه فيها نوع من التطرف والعنوان. صحيح. طب في عام 1982 تم عرض فيلم غاندي، هذا الفيلم للمخرج الانجليزي ريتشارد اتنبورو. وضع الموسيقى لهذا الفيلم الموسيقار الهندي الكبير رافي شانكار. شانكار يعني انتهز الفرصة.
الفرصة وأدخل على هذا الفيلم مقطوعة موسيقية كان قد أهداها عام 1948 لغاندي. في العرض الأول، لهذا الفيلم كان عرض رسمي في لندن، وكان هناك عدد من الحضور من الهنود أو من مواطني الهند، وبالتالي عندما استمعوا لهذه الموسيقى يعني قاموا بالغناء عليها. وبالتالي عايز أسأل حضرتك عن هذا يعني الموقف الذي فعله شانكار بإدخال هذه القطعة الموسيقية، يعني ما رأيك في اختياره لهذا القطعة الموسيقية، واختيارك ورأيك في ردة فعل الجمهور الهندي يا فندم الذي يعني قام تذكر هذه المقطوعة وقام بالغناء عليها؟ هي دي سمة الشعوب، ان انت عندك في ذاكرة الشعوب ارتباط بمجموعة من الاشياء اللي لها دلالة مش فنية فقط، بتبقى دلالة وطنية ودلالة سياسية. يعني انت مثلا لما يكون انا فاتذكر مرة من المرات كنا في الفترة الجامعية وعرض فيلم رحنا شفناه لجمال عبد الناصر، فكان في مشهد فيه ست مصرية وحصل فيه نوع من الارتباط بموسيقى معينة، فده استعاد جوانا الذاكرة الجامعية المرتبطة بالحدث ده. فبظن الشخصي الحدث اللي حضرتك بتسترجعيه هو يؤكد على هذا، ان الذاكرة الجامعية للشعب الهندي ارتبطت بهذا المقطع الغنائي اللي قدمه الأخ دوت، فلما ظهر فيه استعادوا جواهم لحظة الحنين إلى الجماعة، لحظة الإحساس بالذات، الذات الجمعية لا حضور ولا محرك جوا الإنسان، تقدر تحركيه وتقدر تموتيه. فأنت من خلال الفن العام لما قدم الراجل ده الفيلم بتاع غاندي واستعاد الأغنية دي اللي فيها اجتماع ما بين فرقاء الهند، خلينا نقول بين قوسين كده فرقاء الهند في اللحظة التاريخية دي، ده أنتج اجتماع والتف حواليه، وده يؤكد على دور الفن في توحيد الشعوب والتأكيد على قيم جامعة في ظل الاستقطابات والتناقضات اللي الحياة ما بتخلوش منها. طيب معانا هذه القطعة الموسيقية دكتور حاتم، هنسمعها مع حضرتك والسادة المشاهدين. مشاهدينا لهذا الفاصل، هذه القطعة الموسيقية التي ألفها الهندي الكبير رافي شانكار بعنوان تحية إلى المهاتما غاندي. مشاهدينا، في عام 1893 سافر غاندي إلى جنوب إفريقيا في مهمة قانونية لشركة، وبقي هناك لفترة يعني تصل إلى 21 عاما. دكتور حاتم، يعني هذه الفترة التي عاشها في جنوب إفريقيا هي فترة فاصلة في حياته، يمكن حضرتك ذكرت منذ قليل أنه بدأ نضاله ضد يعني الاستعمار أو ضد الاضطهاد وهكذا، بدأوا في جنوب إفريقيا قبل الهند، كيف كان هذا النضال في جنوب افريقيا؟ هو فعلا خلينا نقول ان هو موقف غاندي السياسي والقانوني في جنوب افريقيا ارتبط بحقوقه هو الشخصية، ارتبط بتضرره الشخصي من مجموعة من الممارسات المتعلقة بسياسات الفصل العنصري تجاه كل الأجناس وتجاه رفعة العنصر الأبيض، وإن هو لازم يبقى له تراتب اجتماعي جوه النظام العام لدولة جنوب أفريقيا تحت ظل فصل نظام تحت نظام الفصل العنصري أو الأبرتايد. فهنا خلينا نقول نقطة مهمة جدا، غاندي بدأ مدافعا عن حقوق الشخصية، يعني غاندي بدأ مدافعا عن حقوقه الشخصية ولم يبدأ حتى بالدفاع عن حقوق الجماعة الهندية
في الجاليه الهنديه في جنوب افريقيا، ولم يبدا بالدفاع عن عموم عن حقوق عموم الافارقه السود. لا، هو غاندي بدا حياته بالدفاع عن مصالحه الشخصيه، لانه تعرض لمجموعه من المضايقات اثناء السير في اماكن معينه مخصصه للبيض في جنوب افريقيا. تعرض لمشاكل مماثله اثناء التواجد في مطاعم كذا، في محطات القطار والاتوبيسات تعرض لنفس المشاكل. فبدا يطور من حضوره العام عن طريق القانون اللي هو استند اليه في مواجهه نظام الفصل العنصري بتاع الرجل الابيض. لما واجهوا القانون بتاع الرجل العنصري الابيض بفكره المركزيه التشريعيه، يعني المركزيه التشريعيه يعني انت قابلت قانون، القانون ده طب انت هتعمل معاه ايه؟ انت شايف ان القانون غير عادل. من هنا بدات فكره المقاومه الجماعيه للقانون، ان هو قانون غير عادل. يعني انت مثلا موجوده في احد الدول ولتكن سين، فالدوله دي في دوله معتدي عليها اصدرت مجموعه من القوانين العنصريه البطله، فهل القانون في حد ذاته يمنح صفه مطلقه لهذه السلطه العنصريه على الشعب اللي وقع تحت الاحتلال؟ لا. فهو هنا طور مجموعة من الأفعال لتحويل سلطة أو للاعتراض على سلطة القانون بصفته سلطة مطلقة. أنت بتقدم لي حاجة بصفتك سلطة وبتمنحناها الشكل القانوني في سياق السلطة بتاعتك. فهو طور في جنوب أفريقيا في لحظة معينة مواقف ضد الجالية الهندية بعد ما انتقل من دفاع عن شخصه للدفاع عن العموم الجالية الهندية، لفكرة الاعتراض الجماعي، احنا هنرفض يا جماعه وهنتحمل الايذاء في مواجهه الرفض. وهو يبدو ذلك قريب لما قام به بعد ذلك نيلسون مانديلا في جنوب افريقيا. نعم. طب دكتور حاتم، يعني هو دافع في جنوب افريقيا عن حقوقه اولا، ثم عن حقوق الجاليه الهنديه كلها او كلها، هل دافع عن حقوق السود اصحاب الارض؟ هو يمكن ما انطلقش من التصور ده بشكل عام او بشكل مباشر. هو كان اشتغاله او انشغاله في عموم التجربه بالجاليه الهنديه وما هو تعرض لها لمواقف في جنوب افريقيا، ثم لما رجع الهند طبق نفس المسار في علاقته بنفس السلطه اللي هي قايمه على سلطه البريتش او البريطانيين في اوروبا. وخلينا نقول ان هو قدم قاعده مهمه جدا في مساله الساتياجراهي او المقاومه السلميه، لازم نلتفت ليها قوي. هو قال ان شرط عشان تنجح مقاومة سلمية وعصيان مدني لسلطة ما أيا كانت هذه السلطة في أي مجتمع، لابد أن تتحلى هذه السلطة بشرط واحد، هو شرط وجود بقية من الضمير والقدرة على التعايش. صحيح. لكن إذا كان أنت بتواجهي في مكان ما سلطة احتلال رفض التعايش، يبقى في الحالة دي المقاومة السلمية غير قبل للتطبيق. ده صحيح. صحيح. هرجع تاني لجنوب افريقيا ليه يا فندم؟ لان هناك من يتهم غاندي بالعنصريه مستغلا اقامته في جنوب افريقيا ودفاعه عن حقوق الهنود، يمكن على حساب حقوق السود، لان هناك من قال انه طالب بان يخرج السود او لا يسكنوا بالقرب من الهنود، لان ده بالنسبه لهم هو هم ينتبون لطبقه والهنود الى طبقه اعلى وهكذا، وبالتالي اتهم بالعنصريه. فهل هذا الاتهام يا فندم في مكانه؟ هو خلينا نقول ان احنا لازم نبقى فاهمين كل حد له ثقافه شخصيه، له ثقافه تاريخيه وثقافه جمعيه. ثقافه المجتمع الهندي الهندوسي هي ثقافه طبقيه. يعني خلينا نتفق بس على ان هو الثقافه التاريخيه بتاعت المجتمع الهندي هي ثقافه قايمه على الطبقيه والطبقات. فهو اذا تصور ان وهو في دفاعه عن الهنود ان هو عايز يستقل بالقدرة على الحركة وتشكيل خطاب واضح للدفاع عن الهنود وكجالية في جنوب افريقيا، وعايز ينفصل عن حقوق السكان الاصليين اللي هم السود، والله بقى انت ممكن تفسريها وتقوليها. في ناس تقول لا، ده هو هنا خرج مما هو انساني وكان ممكن يجتمع بالانسان العام في الارضية العامة لمواجهة الرجل الابيض على خلفية كل الطبقات أو كل الأعراق الأخرى. خاصة أن حضرتك أشرت في بداية الفقرة إلى ما يسمى بالمثالية والمادية وهكذا، وأن هناك من يختار الكفاح من منطلق المثالية، وهناك من يختار من منطلق المادية، وحضرتك ذكرت أن غاندي ينطبق عليه أو فكرة المثالية هذه، وبناء عليه كان من المفترض أن يدافع عن حقوق الجميع. صح،
هو كان مفترض ان هو يقوم بده لكن ما قامش، او هو اختار ان هو يركز. قد تكون هناك فلسفه احنا ما نعرفهاش، او قد تكون هو اختار انا مش عايز احكم على غاندي يعني في الحته دي قوي ونترك ده للمؤرخين، لكن هو قد يكون اختار ان هو شايف عايز يعمل نقطه للتحرر. افترض ان انا في محيط كله عباره عن منطقه معرضه للاستعمار والتدخلات الاجنبيه، اذا حولت المساله لفكره طوبويه للتحرر العام، ما انت عندك ده نموذجين للتحرر، اذا كنا احنا بنتكلم على المثاليه وتطبيقاتها والتحرر وتطبيقاته، فممكن يبقى عندك حد يختار الشكل للتحرر العام اللي اسمه جيفارا، انا سوف احرر الكل امريكا اللاتينيه، وحينما احرر بلدا لن ارضى بالمنصب السياسي وسوف اخرج بصفتي الفرديه واحاول احرر بلد اخر. فده نموذج، انت عندك نموذج كاسترو في كوبا، ثم نموذج جيفارا اللي خرج يستمر في التحرر. يبقى خلينا نعم. هنا نقول ان نعم. التجربه بتاعه غاندي هي ركزت فعلا على التحرر نعم. الهندي. هذه الفتره من حياتي يا فندم اللي هي فتره منذ ان كان طالب يعني في لندن، ثم ذهابه او حتى ذهابه الى جنوب افريقيا، هذه الفتره الهامه في حياتي يعني تم تسجيلها وتوثيقها في فيلم ذا ميكينج اوف ذا مهاتما، ومعانا تريلر هذا الفيلم الهندي. مشاهدينا الى هذا الفاصل. I will not leave this compartment. Where does it say reserved for Europeans only? Please show me. Get off my train. In the luggage van. That's for you. Get down here. Start the coach. Has it mattered that he's a Parsi and you are a Muslim and I a Hindu? Why should it matter whether they are Christians or that they speak Tamil or Telugu? We have come here today to get rid of our dog collars, to burn these certificates of our humiliations. You and your families will be protected. We don't need your protection. All we want is that you put an end to racial discrimination. We refuse to be treated as outcasts because of the color of our skin. What? But if you value your dignity and your freedom, then come, march with me. مشاهدينا، كانت الهند في تلك الفترة في بداية القرن العشرين بلدا مقسما بين 21 ولاية، سبع هناك ما يقرب من سبع ديانات، عدد السكان كان حوالي 550 مليون نسمة، كانوا بيتحدثوا أكثر من 15 لغة رسمية. وبالتالي يعني بداية التحرر، أدرك غاندي أن بداية التحرر هو تحرير الهنود أنفسهم من هذه التعددية الشديدة وهذه الفرقة الدينية والطائفية والاجتماعية يعني البشعة. دكتور حاتم، يعني هذه التعددية والفرقة الشديدة يعني خلقت مشكلة كبيرة حتى بعد الاستقلال، يعني بعد الاستقلال واجهت الهند مشكلة كبيرة ألا وهي تقسيم الهند. حدثنا عن هذا الأمر. هو المسألة إن الإمبراطورية البريطانية هي أسست لمبدأ فرق تسد. كل المجتمعات اللي احتلتها بريطانيا لم تكن لتستطيع أن تسيطر عليها إلا من خلال مبدأ تفجير التناقضات في مستودع الهوية، وهذه السياسة ما تزال قائمة حتى هذه اللحظة في السياسة الخارجية البريطانية، ثم في السياسة الخارجية الأمريكية اللي ماشية عليها، إن هي بتشوف المجتمع بيتكون من سبيكة من الاجتماع الإنساني أو نسميه الهوياتي اللي فيها تعدد وتنوع عرقي ولغوي وديني ومذهبي، تلعب على التناقضات. وده اللي حاولت تعمله بريطانيا في الهند من خلال تفجير التناقضات ما بين المسلمين وبين الهندوس. كان في جناح بيرقصه احمد علي جناح، يعني احمد علي جناح كان بيرقص هذا القسم او التوجه او الفريق في السياسه الهنديه، ناحيه ان الهند عند الاستقلال يكون في منطقه خاصه بالحكم الذاتي للمسلمين
والهندوس يكون لهم منطقة خاصة بالحكم الذاتي ليهم. غاندي كان مع فكرة توحيد المجتمع الهندي برمته في مواجهة الاحتلال البريطاني. طبعا لأسباب متعددة انتصر أحمد علي جناح لسياسة الاستقلال الخاصة بالمسلمين، ثم على أطراف الهند تأسست باكستان وبنغلاديش والمناطق اللي فيها اتركز فيها المسلمين، وده له شكل تاريخي ان دايما المناطق المركزية في الحواضن الجغرافية بتبقى مرتبطة بالمستودع التاريخي، يعني بتبقى مرتبطة بتاريخ الثقافة ما بتقدرش تفكها منه، لكن على الأطراف على الحدود على الصحاري بيبقى في إمكانية للاستقلال. عشان كده في أقصى شمال الهند وفي أطرافها تشكلت حاضنة وحاوية لمسلمي الهند. وهنرجع نقول إن ده له سبب تاريخي برضو، إن قبل دخول الاستعمار البريطاني كان الحكم الإسلامي المغولي مسيطر على الهند، فلما الحكم المغولي وقع والبريطانيين دخلوا بدأوا يفجروا التناقضات علشان يحصل تفكيك للحاضنة اللي كانت قبلهم ما تقاومهمش، فبدأوا يرفعوا شوية من الحضور الهندوسي في مواجهة المسلمين، فبدأ يحصل تناقضات. هي دي لعبة الاستعمار اللي ما تزال قائمة حتى هذه اللحظة إلى يعني ما شاء الله. صحيح. يمكن هذه المسألة يا فندم، مسألة تقسيم الهند هذه، ورد يعني ذكرها في الفيلم اللي تحدثنا عنه منذ قليل، فيلم غاندي للمخرج ريتشارد أتنبورو. والحقيقة أن هذا الفيلم بالتحديد يعني بيقال أنه من أفضل الأفلام التي قدمت شخصية غاندي وحياته وهكذا، لأنه اعتمد على السيرة الذاتية اللي كتبها غاندي بنفسه يا دكتور حاتم، اللي هو الكتاب اللي بعنوان قصة تجاربي مع الحقيقة. بتتفق مع هذا الرأي؟ هو ممكن الاتفاق حسب معالجة المخرج. في مخرج ممكن ياخد نص أدبي أو نص سيرة ذاتية بتعتبرها نص أدبي، في ناس بتعتبرها إن السيرة نصوص أدبية، ففي مخرج يقدر ياخد النص ويشتغل عليه ويعمل علاقة مع السياقات التاريخية فيقدم رؤية أقرب إلى الحقيقة. ففي تصوري الشخصي إذا كان المخرج قري كويس واستذكر وفهم وقدر يقف على المفاصل اللي في السيرة الذاتية بتاعت غاندي ثم قرأ عنها في مصادر أخرى، في الحالة دي هيقدر يقدم رؤية منطقية. ما انت ممكن تقدمي رؤية بتنتصر لحد، بس الرؤية دي تتصف ان المخرج ان المشاهد مش هيصدقها، هيحس ان في نوع من الترويج. لكن في ظني الشخصي هو قد يكون قدر يعقد مقارنة ما بين السيرة الذاتية والأحداث اللي ذكرت في سيرة غاندي ثم يطبقها بما ذكر في مصادر أخرى في التاريخ الهندي والفصائل أو الفرقاء السياسيين. سمعنا جزء من هذا الفيلم دكتور حاتم، مشاهدين إلى جزء من فيلم غاندي إنتاج 1982 وإخراج ريتشارد أتنبورو. That's one bit of news they haven't censored. No, it's all over the world. India's non-violence. What can we do? We must end the campaign. After what they did at the massacre, it's only an eye for an eye. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. But Gandhiji, do you know the sacrifices people have made? We'd never get the same commitment again, ever. The whole of India is on the move. Yes, but in what direction? If we obtain our freedom by murder and bloodshed, I want no part of it. Bapu, you are the father of the nation. Today I see no ground in that for anything but shame. But it was one incident. Tell that to the families of the policemen who died. But the whole nation is marching. They wouldn't stop even if we asked them to. I will ask. And I will find. مشاهدينا، الحقيقة أن بعد حصول الهند على الاستقلال عام 1947 وقبل وفاة أو اغتيال غاندي، يعني وصل الانقسام الطائفي والديني إلى ذروته وترتب عليه أعمال شغب وعنف كبيرة جدا، يمكن يعني أدت إلى ممارسات عنيفة ودامية قاربت إلى حد كبير الممارسات الاستعمارية.
كانت فترة دامية في حياة الهند دكتور حاتم. اعتقد خلينا ناخد من المشهد اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي لما غاندي بيعترض على المحاور اللي بيتكلم معاه وبيقول له انا ارفض فكرة اي فور ان اي، انا ارفض فكرة ان العين بالعين والسن بالسن. ولما هو قال له ان الهند كلها بتتحرك، قال له لكن بتتحرك في انهي اتجاه؟ قال له بابو يو ار ذا فاذر اوف ذا نيشن، قال له انت ابو الهند، انت ابو الامه، قال له انا ارفض التحرك. فهنا فلسفه غاندي بدات في فكره الصوم الجماعي حتى الموت في الحدث ده. يعني الحدث ده خلى غاندي يطور الفلسفه بتاعته لفكره الصوم حتى الموت، اعتراضا على فكره الاقتتال وتفجير التناقضات الداخليه في المجتمع الهندي، بما دفع الفصائل او الفرقاء في نهايه المطاف الى القبول بتفاهمات وتوازنات. فنقدر نقول ان ده درس، ان انت ممكن من خلال العمل الجماعي في تدفع في طريق تجاوز التناقضات، بس بشرط ان يبقى عندك زي ما قال عليه غاندي طرف عنده بقية من الضمير وقدرة على التعايش. نعم، يمكن هذه الفترة الدامية والعصيبة يا فندم تم تجسيدها في أحد الأفلام، فيلم هي رام اللي كتبه وأخرجه وقام ببطولته الفنان الهندي كمال حسين. وبالتالي يعني هي كانت فترة مؤثرة جدا في حياة الهند. البطل هنا يا فندم رام بيغتصب الزوجة وبيقتلوها أثناء أحداث الشغب هذه يا دكتور حاتم. هو المجتمع الهندي يعني في نسبة من التطرف، ونقدر نقول ان التطرف ده هو اللي ادى لموت غاندي نفسه. صحيح. ان احد متطرفي الهندوس لما شاف ان غاندي بيحاول يتجاوز التناقضات والاستقطاب اللي فجره الاستعمار ما بين الهندوس والمسلمين خلص عليه. فالحدث اللي قام على فكرة الاغتصاب في الفيلم اللي حضرتك بتتكلم عليه اعتقد هو مرتبط بفكرة التشجيع العامة وإثارة النعرة المتطرفة داخل العامة، العامة في أي مذهب، العامة في أي دين، العامة في أي مجتمع، ممكن تحركيهم كما تحركي القطيع. فإذا أنت قتلت دور النخبة المثقفة أو النخبة الواعية وهمشتيها، فيبقى عندك قدرة أكبر على التحكم في الجموع وتحويلها إلى الشكل الغرائزي، وهنا ينجح الاحتلال او ينجح الاستبداد في تفكيك المجتمعات والسيطره عليها. معنا التريلر للفيلم دكتور حاتم، مشاهدينا الى الاعلان الترويجي لهاي رام. راغب راجا رام بطيطا باون سي مشاهدين. حياة الزعيم غاندي وفلسفته وأفكاره تأثر بها كثيرون من أصحاب القضايا والحقوق على مستوى العالم، من أمثال مارتن لوثر كينج ونيلسون مانديلا. على الرغم أن الثلاثة لم يلتقوا معا، إلا أن الثلاثة بينهم الكثير المشترك يا دكتور حاتم. أول هذه المشتركات اللي بينهم هو العدو الواحد، الثقافة الأنجلو ساكسون اللي قايمة على فكرة تعالي العنصر الجرماني اللي نزل من أوروبا الغربية فيما بعد مرحلة العصور الوسطى، ونزل من الغالب عقلية الشخص البربري اللي هو شايف ان هو عنده القدرة على التعالي على الجميع.
اللي قدر ينجح من خلاله الثلاث شخصيات دول في التعامل مع عقلية المستعمر الانجلو ساكسون الجرماني، هذا البربري اللي نزل لنا من قبائل شمال اوروبا في حديثا في العصر الوسيط فيما بعد العصور الوسطى، ان هو قدر يقول له اذا انت عايز تعيش في مجتمع متعدد انت شايف ليه وظيفه. هم شانوا جايبين السود واستعبدوهم من جنوب افريقيا من قاره افريقيا عشان يقوموا بالاعمال الشاقه اللي مش قادر يقوم بيها الراجل اللي جاي من تلوج اوروبا. فهم جايين من منطقه تلوج اوروبا، راحوا منطقه صحراويه عايزين يستزرعوا، عايزين يعملوا اعمال في المناجم، ما عندهمش القدره دي، فجابوا الرجل الاسود. اذا كانوا هم افتقدوا او هم قدروا يستبدلوا الرجل الاسود بقوى عامله تانية ما كانش ان هم تواصلوا القدره على التعايش. اذا كان المجتمع في جنوب افريقيا نيلسون مانديلا خضع او واجه حاجتين، الترهيب والترغيب. هو استمر مسجون لفتره طويله جدا، فهو في السجن كانوا بيحاولوا يراهبوه وفي نفس الوقت كانوا بيحاولوا يراغبوه، ممكن نديك مكانه كذا وممكن نديك مكانه كذا، لكن استمر واصر وثبت على موقفه في المقاومه السلميه لحد ما التاريخ تجاوز فكره التفرقه العنصريه بشكل ما. غاندي قام بنفس الفكره اللي هي فكره رفض سيطره الشركة الهند الشرقية على المقدرات بتاعة الهنود، وقام مرة بمسيرة مسيرة الملح عشان يكسر الاحتكار. فهو فكرة ان انت شايف ان في مصلحة معينة لآخر ويكون عندك الدهاء ان انت تقدر تكسر مصلحته وتحقق وجودك سين من القوى الاستعمارية، قد يكون له هيمنة في مورد غاز بترول. إذا ما كنتش أنا أقدر أسيطر وأقدر ألتف وأحقق مصالحي بعيد عنه هيهيمن، سين من القوى الاستعمارية المهيمنة قد يكون عنده موارد. إذا ما كنتش أنا عندي زخم القدرة على التجاوز وبدائل هذه الموارد هينتصر عليا. فالصراع التاريخي صحيح. اللي ما بين غاندي في الهند ونيلسون في جنوب افريقيا ومارتن لوثر كينج في امريكا هو الصراع ضد مستعمر بيسعى للوجود من خلال مصالح اقتصاديه. نعم. في مستعمر تاني ممكن يكون بيسعى للنفي صحيح. فقد لا تنفع معه المقاومه السلميه صحيح. تنفع معه مقاومه من انواع اخرى او مزيج من المقاومات او مقاومه لل يعني القاهر للطرف القاهر، يعني لان في امريكا ما كانش في مستعمر، هي كانت هم اللي كان في عنصريه ولكن كان هناك قاهر ومقهور يعني في ثلاثه اماكن هذه. طيب دكتور حاتم، يعني على الرغم من قوة تأثير غاندي على القاسي والداني كده زي ما حضرتك تكرمت وشرحت، إلا أنه فشل في التأثير على ابنه الأكبر واحتوائه. ما طبيعة علاقته بابنه الأكبر يا فندم، وطبيعة المشاكل اللي كانت بينهم إيه؟ هو يمكن النقطة دي في بعض المؤرخين بيتكلموا عليها، بس أنا هختلف مع الحتة دي. هو مش مفترض أن الشخصية العامة يبقى له أثر سحري على الأب او الام او الزوجة او الابن. هو كل حد بيبقى له سياق، كل حد بيبقى له طبيعة. احنا عندنا سيدنا ابراهيم عليه السلام ابوه لم يؤمن، سيدنا نوح ابنه لم يؤمن، امرأة لوط لم تؤمن. فاحنا عندنا المسار التاريخي قايم على فكرة ان في حد مصلح مهتم بالشأن العام، لكن بيبقى في حد على طرف قرابة اجتماعية بيه هو عنده فطرة أخرى، ربنا خلقه على فطرة مغيرة. فأنت مهما عملتي مش هتقدري تاخدي هذا الشخص اللي ربنا خلقه على فطرة مغيرة وتحوليه إلى شخص يؤمن بفطرة جماعية. هو أفرض إن هو كائن ذاتي، بني آدم ذاتي. يعني أنا أذكر في إحدى الحوارات اللي اتكلم فيها غاندي عن ابنه قال إن هو التحق بتقريبا الإسلام ليس حبا في الإسلام، بل تقريبا لأنه شاف أنه هو هيقدر بهذا الشكل يحصل على دعم مالي تقريبا خلال سياقات معينة وتدافعات سياسية أو ما إلى ذلك. فهو مش مفترض من الشخص اللي هو بيعمل في الشأن العام أنه يكون له قوة سحرية. إذا كان الأنبياء ما خدوش القوة السحرية دي
فمش مفترض من الشخص العام ان هو يعني يكون له سطوة سحرية على المحيطين بيه. صحيح، هذه العلاقة الشائكة بين الأب والابن يا فندم تم يعني تجسيدها في واحد من الأفلام أيضا، فيلم غاندي ماي فادر، واحد من الأفلام الناجحة، ومعانا تريلر هذا الفيلم. مشاهدينا إلى هذا الفاصل. का बेटा छोटा गांधी, मैं गांधी जी का नालायक बेटा हूं। मैंने कभी बाप का प्यार नहीं देखा। सिर्फ एक बार गांधी बनकर नहीं बल्कि एक बाप बनकर अपने बेटे की आवाज सुनी। मेरे साथ तो लड़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी, पर देश के लिए लड़ने का शायद आखिरी मौका है। पापा, आपके आदर्शों का बोझ ढोते ढोते मेरा दम घुटने लगा है, मैं सांस लेना चाहता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बापू से गलती हुई है, तुम्हें माफ कर देना। बहुत देर लगा दी बापू आपने मेरी आवाज। مشاهدينا، في عام 2023 تم عرض فيلم معركة غاندي وجوتسي، وهو فيلم درامي وثائقي. يعني في هذا، في سياق هذا الفيلم، المفترض انه بيلتقي غاندي بالشخص الذي حاول اغتياله. هو بيقوم على افتراضية يعني خيالية ان غاندي لم يتم اغتياله يعني، وكانت محاولة فاشلة. ثم يلتقي غاندي بمن حاول قتله، ويقوم الاثنان بالمناقشة والحوار، ويعرض كل منهما يعني وجهة نظره وأفكاره وحججه وهكذا. هذا الفيلم يا دكتور حاتم قوبل بردود فعل يعني عنيفة ومتعددة. هناك من رأى أن هذا الفيلم إساءة لغاندي وطالب بحظر الفيلم، وهناك من رأى فيه أن الفيلم بيدعم قيم الحوار والتسامح والسلام، وهي قيم يعني كان يدعمها غاندي نفسه. وبالتالي نحن في السياق كما يقولون، ولم نخرج عن السن. رأي حضرتك أصلا في هذا الرأي؟ هي الفكرة بتاعت الجدل، أن أنت ممكن تجيبي حد يتحاور مع حد من منطق آخر. يعني فكرة أن أنت تجيبي القاتل وتخليه يتحاور مع القتيل هي فكرة جدلية أو فكرة بتاعت فلسفة أو الفن. عادة بيبقى فيه للناس بيقولوا الجدل والتأويل، فده ممكن ينتظم مع مدرسة الجدل والتأويل، أن احنا جبنا غاندي يتحاور مع القاتل بتاعه. لكن في النهاية، في رأيي الشخصي، القاتل هو اللي في الأحداث، في المواقف اللي زي دي، بيبقى شخص عنده أزمة ذاتية، وبيبقى فيه أطراف استغلوا هذه الأزمة الذاتية ووظفوه عشان يقوم بالقتل ده. هو خرج من سياق العقل أصلا، خرج من سياق المنطق، هو مش حد أنت بتحاور معاه. فأنا رأيي الحوار ده هيبقى على سبيل إقامة الحجة، إن احنا هنخطأ هذا القاتل. لكن في النهاية هو مش اللي قام بالفعل، القاتل ده مش مفكر، مش شخص انت قعدت معاه لا، هو شخص قرر ان هو مدفوع من خلف الاصابع او من خلف بان هو يقوم بازاحه بني ادم، لانه شايف ان البني ادم ده مثل فكره، والفكره معاه وصلت لمستوى غير قابل للازاحه الجماعيه عن طريق السياسه. فلا والله احنا نخلص عليه عشان نريحه. فالفكره بتاعت الفيلم ده انا شايف ان فكره على سبيل اثاره الجدل، ان احنا لو غاندي حاور القتل بتاعه خلاص، يعني اقعدوا قولوا زي ما انتم عايزين غاندي حاور القتل بتاعه، لكن في النهايه هيظل اصحاب الرؤى والمشاريع حاضرين، وهيظل المستغلين لضعاف النفوس او اصحاب الازمات الذاتيه اللي ياخدوا يوظفوا يقولوا اقتل ده عشان اديك 3 جنيه او عشان انت هتبقى لك مكانه افضل. هو المشكلة يا فندم ان الفيلم اعطى فرصة للقاتل انه يعرض حججه ويعرض وجهة نظره بطريقة تفصيلية يعني، وبيدافع عن نفسه، فاعطى له هذه المساحة، وبالتالي الناس يعني المعترضين اعترضوا على هذه النقطة بالتحديد. هو اللي معترض من حقه يعترض، لانه شاف اصلا يعني انت جايب واحد قاتل وبتقول له اعرض وجهة نظرك. هو فكرة في ناس مؤمنة بفكرة الفن للفن والجدل، وان كل واحد من حقه يعرض وجهة نظره، حتى القاتل احنا هنجيب واحد قاتل ونخليه يعرض وجهة نظر. هي في، انا في رأيي الشخصي، المجتمع بيقوم على افراد مهتمة بحال الجماعة. انا لما اغير الخلطة الاجتماعية واجيب ناس مش مهمومة اصلا بفكرة حال الجماعة وبتحركوا من دوافعهم الذاتية، انت كده نهيتي مسألة المجتمع.
المجتمع طول عمره بيتحرك على وجود مجموعة من الأفراد اللي بتتحمل عبء ومسؤوليته. أنا لما أجيب ناس خارج إطار الاهتمام بالجماعة وأقول لهم خشوا اعملوا حوار، فأعتقد ده نوع من العبث أو نوع من الجدل اللي ما فيش منه فايدة. يبقى إذا حضرتك أنت ضد هذا الفيلم دكتور حاتم؟ لا يا فندم، ما تقوليش أنت ضد. أنا أسكت عن هذه الأشياء. أنا من المعتزلين، أنا سوف أعتزل الحديث في النقطة دي. دكتور حاتم، البطل في الفيلم ده، البطل في الفيلم ده زي البطل في فيلم غاندي، الاثنين قريب الشبه جدا من شخصية غاندي. وبالتالي أنت بقى كمتفرج كمشاهد، يعني هذه المرة هذا لما يتم تجسيد شخصية حقيقية يعني في فيلم وهكذا، ما يكون الممثل اللي بيقوم بهذه الشخصية قريب الشبه من الشخصية الحقيقية، ده بيدي للفيلم أو للعمل الدرامي نوع من المصداقية أكتر. هو أكيد بيديله نوع من المصداقية، بس هذا يبقى فيه إعداد للممثل. يعني ممكن الشكل العام اوكي، لازم يبقى الشكل يبقى فيه تطابق، بس لازم يبقى فيه اعداد للممثل. خلينا اضرب لك من هنا، انتون كوين عمل فيلمين، فيلم الرساله والفيلم الثاني بتاع عمر المختار. هو كان فاهم الحاله بتاعت عمر المختار، صحيح، حاله المقاومه وحاله البطوله، فكان رائع في الاداء الفيلم ده. بس نفس الشخصيه انتون كوين في الفيلم بتاع الرساله، انا شفت ان هو كان تايه، هو مش فاهم حالة الصحابي، فكان تايه مش عارف يعمل ايه. فهنا الممثل قد تنطبق عليه السمات الشكلية، لكن لازم يبقى مستوعب حالة البطل. ما تجيبش واحد شكله تجيب واحد رفيع، واحد فيه السمات الجسدية بتاعت غاندي، لكن مش فاهم الفلسفة النباتية. صحيح. يعني غاندي كان راجل نباتي، صحيح، لكن لو ده هو مش فاهم يعني فكرة الفلسفة النباتية. إذن المظهر التشابه الشكلي أهم، ولكن الأهم منه التشابه النفسي أو فهم الشخصية كما تقول، القدرة على التشخيص. صحيح. معنا تريلر الفيلم الهندي يا فندم، معركة غاندي وجوتسي. الهدف उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है, कैसे रोका जाए उसे। मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर, इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। गोडसे पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई हैं। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांधी को मरना होगा। बाबूजी बच गए हैं। महात्मा गांधी। मैं गोडसे से मिलना चाहता हूँ। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। مشاهدينا، قال ألبرت أينشتاين عن غاندي وقد كان من أشد المعجبين به، إن الأجيال القادمة لن تصدق أن شخصية كهذه من لحم ودم عاشت على الأرض. تتفق مع أينشتاين يا دكتور حاتم؟ يمكن أينشتاين اللي كان شخص عقلاني زيادة عن اللزوم، ففكرة المقاومة السلبية كانت بالنسبة له فكرة فيها نوع من الرومانسية والقدرة الخيالية، فعشان كده هو سمى او هو قال ان ممكن الناس ما تصدقش ان في حد زي غاندي عاش، ان الشخص العقلاني زي أينشتاين والنظريات بتاعته لما يشوف تأثير لحد بقدرته على العصيان المدني في مواجهة القوانين المدنية او الحكومات المدنية اللي بتقوم بيها، فهي مسيرت له بالنسبة له حالة براقة، حالة فاعتقد هو ده قدرته على التأثير. وفي نفس الوقت ان هو يعني قدر يعني ينتصر على الإمبراطورية البريطانية بكل ما لها من زخم وعنفوان للشخصية الأوروبية اللي هي قايمة على الأنجلو ساكسون، اللي هو الشخص البربري هذا العنيف اللي هو عنده قدرة على الاستخدام أو بيدعي ان هو بيتفوق على الآخرين عقليا من خلال القوة. صحيح. فازاي هو شاف هذا الشخص الرفيع الكالرد بالنسبة له ان هو يقدر ينتصر على تلك الإمبراطورية بثقافتها التاريخية
التاريخية العنصرية المتعالية اللي نازلة من الغابة قريب. إذا كان غاندي بالنسبة لأينشتاين يعني أكثر المخترعين غرابة يعني على وجه الأرض. في نهاية هذه الفقرة شكرا جزيلا لك دكتور حاتم الجوهري أستاذ الدراسات الثقافية والمشرف على المركز العلمي للترجمة بهيئة الكتاب. شكرا جزيلا. العفو يا فندم. سعادة بحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت هذه الفقرة. ما زال هناك فقرة ثانية بعد الفاصل عن الأديب عبد الحميد جودة الصحار من زاوية أخرى، فابقوا معنا. تتكلم لجيوة. والله يا فندم ولا الجيوة ولا البارة. سمعني انت بتقول ايه؟ كل خير يا فندم. وانا شغال نفسي مش يا فوق يا فوق يا فوق. هتشربي بالزور ولا كتفك؟ اختارت المحكمة في اتنين قلوبهم دور. بقى حضرتك سي احمد افندي يسري الضابط ايه ده يا حسبه؟ اللحم الابيض المتوسط. فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصور فقد تفسق.